طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. سنقوم اليوم يا أحبائي بوصف الوحدة الأولى من وحد اللغة العربية للصف الأول، وهي وحدة كيف ننظم أنفسنا. إذن يا أحبائي، وحدة البحث هي ضمن المحور كيف ننظم أنفسنا. كيف ننظم أنفسنا؟ الفكرة المركزية: يمكن ربط الأشخاص والأماكن لغايات متعددة. أما خطوط البحث والمفاهيم الرئيسية فهي تندرج، يساعد الناس ويتواصلون مع بعضهم البعض في المجتمع ضمن مفهوم الارتباط. وأيضا هناك أشخاص في مواقع عمل مختلفة يقدمون خدمات متنوعة في المجتمع ضمن مفهوم الشكل. أيضا يقوم الأشخاص بزيارة الأماكن لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم من خلال مفهوم الارتباط. سنقوم يا أحبائي بداية بتعريف المجتمع. ما هو المجتمع؟ المجتمع هو مجموعة من الأفراد يعيشون مع بعضهم البعض، ويقوم كل فرد منهم بدوره. وهناك مجتمعات مختلفة، ولكل مجتمع من المجتمع الأفراد الخاص به. وفي حال لم يقم فرد واحد من هذا المجتمع بدوره، فلا يقوم هذا المجتمع بدوره الكامل. فهناك مجتمع المدرسة، هناك مجتمع المستشفى، هناك مجتمع البيت. وهناك تحديد للأدوار المختلفة في المجتمع. فلدينا الطبيب، وهناك المهندس، وهناك المعلم، وهناك الشرطي. في هذه الوحدة سنعرض يا أحبائي أيضا مهارات اللغة العربية، وهي الاستماع والمحادثة والمشاهدة والقراءة والكتابة. وفي سياق الحديث عن اكتساب اللغة الأولى وهي اللغة الأم، اللغة العربية، فإنه يتم اكتساب المهارات في الغالب بترتيب الاستماع، ومن ثم المحادثة والمشاهدة، ومن ثم القراءة، ومن ثم الكتابة. في هذه الوحدة يا أحبائي سيتم التكامل في اللغة العربية من خلال طرح مجموعة من النصوص القصصية التي تعالج خطوط البحث المختلفة. فهناك نص أسرتي الذي يوضح أهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع، ونص مدرستي الذي يبين دور المواطنة الصالحة في المجتمع وربطها مع المجتمعات الأخرى. كما سيتم مشاهدة مقاطع تصويرية متنوعة وقراءة نصوص وقصص مختلفة، بحيث يقوم الطلبة بالإجابة عن الأسئلة التابعة للنصوص المطروحة، بالإضافة إلى استخراج المفردات الجديدة وتوظيفها في جمل مفيدة لتساعدهم في كتابة تأملاتهم الذاتية. أما مشروع الوحدة يا أحبائي، من خلال تقمص الشخصيات سيقوم الطلبة بارتداء ملابس توضح مهن مختلفة. سيقوم كل من كل طالب بتوضيح اسم المهنة وماذا نستفيد منها في هذا المجتمع ودورها في خدمة المجتمع. طلابي أحبائي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح. شكرا لكم على حسن استماعكم، ودمتم سالمين. إلى اللقاء.